طيب بالنسبة للملاحظات، أنا عندي أول جزئية، طبعا أنا مش عايز نتعامل مع الملاحظات ومع القواعد كحفظ فقط. الحفظ شيء أساسي مش هنختلف عليه، يعني مفيش حاجة اسمها الإنجليزي ما بيتحفظش، هو طبعا لازم يتفهم في المقام الأول، بس الحاجة اللي أنا هفهمها دي لابد برضو إن أنا أكون حافظها وموجودة باستمرار في دماغي، منين ما أحتاجها ألاقيها، فلازم أفهم وأحفظ، مفيش حاجة فيهم مهمة وحاجة مش مهمة. فأنا عندي أفهم بمعنى إيه؟ بمعنى إني أشوف أو أعرف كويس الجزئية دي بتجيلي إزاي في السؤال، مش مجرد إن أنا هحفظ إني يذهب للتسوق يعني جو شوبينج أو دو ذا شوبينج، ماشي كويس جدا، ما أنا هحفظها، هقول لك يعني يذهب للتسوق، هتقول لي يعني جو شوبينج أو دو ذا شوبينج. ولكن لو أنا جيت لك بقى في السؤال في الامتحان، ممكن أنت حافظ بس ممكن ما تعرفش تحل، وأكيد إحنا أحيانا بنبقى حافظين القاعدة كويس جدا وما نعرفش نطبق ولا نحل. فإحنا كل جزئية هنشرحها لازم اقول لك هي بتيجي ازاي في الامتحان، عشان لما يجي لك سؤال تبقى شفت شبهه، تبقى عارف ده جاي على ايه بالظبط وهتعامل معاه ازاي. فالجزئيه الاولى كل ما في الامر انه بيديك كلمه شوبينج، وقبل كلمه شوبينج نقط ويل، يديني نقط ويقول لي اختار، ويديني جو ويديني دو. طيب حد يعرف يقول لي هنا لو اداني جو ودو امتى اختار جو امتى اختار دو؟ الفرق واضح اعتقد في اللي مكتوب، الفرق ان فيه هنا ايه؟ تمام، وجود باء. إذن أنا لما يجيني كلمة شوبينج ومعاها نقط، كل ما في الأمر إن أنا ببص هل معاها ذا ولا من غير ذا؟ لقيت معاها ذا أستخدم دو، ما لقيتش معاها ذا أستخدم إيه؟ جو. جو فإذا الجملة اللي قدامي دي ما فيش فيها ذا، يبقى أنا الصح هنا إن أنا لما يجي لي جملة زي دي أختار فيها جو. ولكن لو هو جه كتب هنا ذا، فطبعًا جو هتتغير تبقى إيه؟ تبقى دو. فأنا لما أجي هنا أشوف إن كلمة شوبينج مكتوب قدامها ذا، وانا عارف كويس وحافظ ان ذا شوبينج لازم يجي معاها دو، فهحذف جو ويكون الاجابه الصحيحه بتاعتي ان انا هضيف بدلها ايه؟ دو. ده بالنسبه للجزئيه الاولى. طيب بالنسبه للنقطه الثانيه، بنقول عند وصف شيء بنستخدم الصفه المنتهيه باي ان جي، وعند وصف شخص بنستخدم الصفه المنتهيه باي دي. الجزئيه دي بالتحديد فيها تفصيل افضل واكتر من كده، بس مش عايز ابدا بيه، هتقابلنا تاني في وحده جايه هضيف المعلومه اللي هي ناقصه دي. هي مش ناقصة يعني ولا حاجة، ولكن هتساعدني أفهم بشكل أفضل. النهاردة هكتفي بإن أنا أقول لما باجي أوصف شيء بستخدم الـ ING، ولما باجي أوصف شخص بستخدم الـ ED. لو بصينا على المثال هنا، the film is exciting، طبعا exciting دي صفة منتهية بـ ING، ولو بصينا تحت هنلاقي نفس الصفة ولكن منتهية بـ ED excited. boring اللي فوق دي منتهية بـ ING، ونفس الصفة تحت منتهية بـ ED. فبرضه كل ما في الموضوع ببساطة جدا بيديني الصفة المنتهية بـ ING ونفس الصفة منتهية بإي دي ويقول لي اختار. فكل اللي أنا بعمله إن أنا بشوف معنى الجملة وأشوف الصفة بتعود على شيء ولا بتعود على شخص. فهنا لما يجي يقول لي ذا فيلم إز، طبعًا الفيلم شيء، وبالتالي هنستخدم معاه إكسايتنج، هنستخدم معاه بورينج، هنستخدم معاه أميزنج، إنتريستنج، أي صفة بقى منتهية بأي إن جي. ولكن هنا في المثال الثاني بقول أي فيل، أنا طبعًا ده شخص، كلام بسيط جدًا وواضح، أستخدم إكسايتد، بورد، إنتريستد، أميزد، اي صفه منتهيه بالاي دي. يبقى لما يجي لي صفتين نفس الصفه ولكن منتهيه بالاي دي واي ان جي، ابص على المعنى واشوف الصفه بتعود على شيء ولا بتعود على ايه؟ على شخص. مهتم، طبعا احنا عارفين كويس ان كلمه مهتم يعني انترستد، ده انتوا عارفينه طبعا، ما فيهوش مشكله خالص بالنسبه لكم، وعارفين ان كلمه انترستد بيجي معاها حرف الجر ان، دول ما فيهمش مشكله. فلو جات لي دي بقى تيجي بكذا شكل، فالشكل الاول انه يديني كلمه انترستد وبعدها نقط ويديني ان واوف وات وباي وويذ، شوية حروف جر، أبقى أنا عارف كويس إن interested طالما موجودة لازم أختار بعدها إن. طيب أحيانا الـ ED اللي معمولة بالأحمر دي يديها لي ING، يقول لي interesting ولا interested in، فبرضو طالما أنا عندي حرف الجر إن يبقى لازم أستخدم interested مش interesting مش الـ ING. طيب الجزئية الأهم بقى اللي هي بتجيلي في سؤال الريلايت، طبعا ده سؤال ما كانش موجود في أولى وتانية عندي. عندي interested معناها مهتم، مهتم دي صفة صح؟ وانتوا عارفين كويس ان الصفة تأتي من ضمن استخدامات الصفة، يعني انها تأتي بعد verb to be، يعني تأتي بعد am او is او are، وبالتالي لازم يكون عندي قبل كلمة interested am او is او are. طيب دي اخدها واحدة واحدة، بقول ان لازم يكون عندي قبل interested am او is او are. فهنا بيقول لي I interested in music، انا مهتم بالموسيقى. بقول لي صحح، ايه اللي ناقص الجمله هنا؟ تمام، انا عندي لازم يكون عندي طبعا ام او از او ار، فانا عندي دلوقتي طبعا اللي ناقص الجمله ام، لان احنا اتفقنا ان لازم احط ام او از او ار قبل الصفه انترستد. طيب
النقطة اللي جنبها بيقول لي إن أنت ممكن تستخدم الاسم منها اللي هو كلمة interest. interest يعني اهتمام. فإحنا لما نيجي نترجم الكلام اللي مكتوب قدامنا بتاع have وhas ده، طبعا have وhas يعني عنده، لديه، يمتلك. فإحنا لما أجي أقول في المثال he has interest in music، يعني هو لديه اهتمام بالموسيقى. طب إيه الفرق بين إن أنا أقول هو لديه اهتمام بالموسيقى وهو مهتم بالموسيقى؟ مفيش فرق طبعا. يعني الاثنين التركيبتين اللي قدامي دول هيدوني نفس المعنى في الاخر، ان هو مهتم بالشيء ده. طيب الفرق الواضح قدامنا ان interested بيجي قبلها اما واذا وار، اما interest بيجي قبلها have وايه وهاز. طيب اذا لما يجي في الامتحان يقول لي I am interested ويقول لي انا عايزك تستخدم لي كلمة interest، احنا اتفقنا ان interested قبلها اما واذا وار، فالراجل حط لي هنا am، لكن interest بيجي قبلها ايه؟ have او mean. اذا انا لما اجي احل جمله زي دي واستخدم interest، هشيل mean واحط مكانها mean، هعمل ايه؟ هقول اي ايه؟ تمام، لازم اقول have، لان انا طبعا عندي interest فلازم استخدم have او has، وطبعا زي ما استخدمت have لان الفاعل اي لابد ان انا استخدم معاها، وهحط interest وهكمل جملتي عادي خالص مش هغير فيها اي شيء. فيبقى كده اصبح ان انا عندي اصبح ان عندي am interested بتساوي have interest. طيب ممكن برضو يجي سؤال اختياري يقول لي في جملة زي دي استخدم have ولا has ولا am ولا is. عندي كلمة interested واحنا متفقين ان interested لازم يجي قبلها am او is او are، اذا have و has ما ينفعونيش هنا، لان have و has عايزين كلمة interest بس اللي هي بين قوسين دي، ده اللي هنجيبها مع هاف وهاز. وطبعا از ما تمشيش مع اي، وبالتالي انتوا اخترتوا ان. طيب لو انا خليت دي انترست بس اصبح كده انا محتاج هاف او هاز، وطبعا اي لازم استخدم معاها هاف. تمام. طيب بعد كده بقى النقطه اللي بعدها دي ممكن تجي لي في سؤال اختياري رقم 4، عندي كلمه الكتريك اللي معموله بالاحمر دي وبعدها الكتريكال، الاثنين معناهم كهربي، حاجه تخص مجال الكهرباء الكتريكال، ولكن الفرق زي ما هو واضح بالعربي قصادهم احنا كاتبين ان الكتريك بتصف جهاز، يعني ما ينفعش استخدمها غير وانا بشير لجهاز كهربي، غساله، ثلاجه، مثلا سبيكر صب يعني او حاجه ايا كان بقى، او كلمه ديفايسز اللي مكتوبه عندنا دي، كلمه ديفايسز دي معناها اجهزه. فانا هنا بقول الاجهزه الكهربائيه الالكتريك ديفايسز ار فيري اكسبنسيف، غاليه جدا. فانا هنا بتكلم عن اجهزه، مش بتكلم عن اشخاص، مش بتكلم عن اشياء، مش بتكلم عن عطل كهربي ولا مشكلة كهربية، لا أنا بتكلم عن devices أجهزة. أو لو كتبت اسم الجهاز نفسه، يعني لو قلت electric machine آلة كهربية، طالما ذكرت الجهاز فلازم أستخدم معاه كلمة electric. طيب لما أجي تحت أقول electrical engineer، طبعا engineer مهندس، فهل المهندس ده جهاز؟ طبعا لا، وبالتالي ما ينفعش أستخدم معاه electric اللي فوق، عشان كده استخدمنا electrical. جنبها عندي electrical repairs، repairs يعني إصلاحات، اصلاحات كهربيه، برضو كلمه اصلاحات ما هيش جهاز، فبالتالي استخدمت الكتريكال. يعني هنا مديني نقط وبيقول لي استخدم الكتريك او الكتريكال، وبعدين بيقول لي speakers are very loud، هنا استخدم ايه؟ طبعا بيقول لي السبيكرز، تمام السبيكرز جهاز، وبالتالي انا هستخدم هنا على النقط دي الكتريك. أما لو جه قال لي مثلا I have an نقط problem، عندي مشكلة كهربية، تمام، لأن دي مش جهاز، دي مشكلة أو عطلة أو شخص أو أيا كان، يبقى تمام كده. النقطة اللي جاية هو الفكرة كلها إنه بيديني كلمة space في الاختيارات وكلمة the space، يكتب لي الاثنين، فأنا أكون بس محتاج أعرف امتى اختار سبيس من غير ذا وامتى اختار ذا سبيس. فكلمه سبيس في البدايه ليها عندي معنيين، عندي معناها الفضاء، الفضاء الخارجي اللي حوالينا، كواكب والنجوم والغلاف الجوي والحاجات دي، الفضاء. يبقى كلمه سبيس ليها معنيين، الفضاء او المسافه. طيب انا محتاج ايه عشان اختار بذا او من غير ذا؟ محتاج ان انا اترجم الجمله عشان اشوف المعنى اللي هو جايبه هنا لكلمه سبيس، هل هو الفضاء ولا هل هو المسافه؟ فلو قرأنا الجملة الأولى أو ترجمناها soon people will travel into space، فأنا لو سألتك هنا space هنا معناها إيه؟ هل ينفع إن أنا أقول الناس هتسافر إلى المسافة مثلا؟
اكيد معنى الجمله مش منطقي، وبالتالي هنا انا عندي كلمه سبيس، انت اكتشفت من معنى الجمله ان سبيس هنا معناها الفضاء. فلما يجي في الحته دي بقى يقوم جاي مديك هنا نقط ويديك فيها كلمه سبيس وكلمه ذا سبيس، لقيت معناها الفضاء تختار سبيس بس من غير ذا. لكن لو بصيت على الجمله اللي تحت، المسافه بين our houses منازلنا، مسافه بين بيتي وبيتك 10 meters 10 متر، فطبعا مش هقول الفضاء. هنا انا مش بتكلم عن الفضاء، هنا سبيس معناها المسافه اللي بين حاجه وحاجه. فلما اجي اتكلم عن المسافه اقول ذا سبيس. يبقى امتى اختار سبيس وامتى اختار ذا سبيس؟ حسب ترجمتي لمعنى الجمله. لقيت معنى الجمله الفضاء اختار سبيس، لقيت معناها المسافه اختار ذا سبيس. طيب نشوف سؤال هنا، نشوف هنحط سبيس ولا ذا سبيس. from my home to school is very far. هنا الأول معناها المسافة ولا الفضاء؟ تمام، معناها المسافة. يبقى نستخدم ذا ولا ما نستخدمهاش؟ نستخدم ذا. عشان كده هنقول ذا. تمام، لو جيت قلت مثلا I dream to travel into، أنا هنا سبيس بس لان انا عندي هنا كلمه سبيس معناها الفضاء. يبقى اذا انا بحدد معناها الاول من خلال معنى الجمله، ايه المعنى فيهم اللي يكون منطقي؟ هل المنطقي هنا انها تكون الفضاء ولا تكون ليتر ولتر؟ انا عندي دي فيها تي واحده، انما لتر لتر فيها اتنين تي. الفرق طبعا في المعنى، برضو انا بحدده حسب سياق الجمله، اشوف المناسب للمعنى، المنطقي في المعنى. ليتر معناها فيما بعد، يعني انت حتى من زمان بتقول سي يو ليتر، اشوفك فيما بعد، اشوفك بعدين. فهنا بقول لك I will call you later، أنا هكلمك فيما بعد. فطبعا أنا لو جبت لك جملة زي دي في الامتحان وجيت عند كلمة later دي وعملت لك نقط وقلت لك تختار later ولا letter، فطبعا بكل بساطة وبكل سهولة هتروح تختار later، لأن هي المنطقية، هي اللي ماشية مع معنى الجملة. لكن letter معناها إن أنا ذكرت اتنين، يعني اتكلمت عن حاجتين أو شيئين أو شخصين أو مادتين أو أي حاجة، وعايز اديك معلومه عن الشخص التاني. لو بصينا في المثال بيقول لي اي هاف علا اند عادل، يعني مثلا هنفترض ان انا عندي اولاد علا وعادل، فانا بقول لك انا عندي علا وعادل، عايز بقى اديك معلومه عن التاني اللي هو عادل. فبدل ما اكرر بقى عادل تاني اقوم مستخدم بداله كلمه ايه؟ ذا لاتر. لاتر از 10 years old، يعني التاني اللي هو عادل عنده 10 سنين. اما اقول لك انا عندي اتنين اصحابي احمد وسعيد، وعايز اديك معلومه عن سعيد، فبدل ما اكتب سعيد تاني بقول لك ذا لاتر اللي هو سعيد از ا دكتور، دكتور. طيب نشوف سؤال. يبقى الفرق هنا في المعنى ان ليتر معناها بعدين فيما بعد، ولاتر معناها التاني من اتنين. طيب برضو نشوف جمله. لو انا جيت قلت لك مثلا ليتر ولا لاتر يو ويل ديسكفر ايفري ثينج، انت ستكتشف كل شيء. المنطقي هنا في المعنى ليتر اللي هي فيما بعد، بعدين هتكتشف كل حاجه. لكن لو احنا قلنا هي راحت النادي وراحت السينما، the نقط was very crowded، طبعا crowded يعني مزدحم. هنا انا عندي هي راحت النادي والسينما، التاني كان مزدحم اللي هي السينما، يعني عايز ادي معلومه عن الحاجه التانيه، فطبعا هنا هنستخدم لاتر. يبقى انا هنا استخدمت لاتر عشان المعنى، انا هنا اتكلمت عن حاجتين الكلاب والسينما، النادي والسينما، وعايز اقول اتكلم ادي معلومه عن تاني حاجه اللي هي السينما، فاستخدم لاتر اللي هي دبل تي.